مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. سلمت اليوم السفيرة الجديدة لدى تشاد لتشاد السفيرة الجديدة لتشاد لدى جمهورية مالي مدام كالزيبي نيل تينغار ماجيمتا، سلمت أوراق اعتمادها للرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا باعتبارها سفيرة فوق العادة ومطلقة الصلاحية لجمهورية تشاد لدى مالي. محمود مسلفي. على ضوء المراسم البروتوكولية، تم يوم الجمعة 31 من يناير تقديم أوراق اعتماد سفيرة تشاد الجديدة لدى دولة مالي السيدة كالزيبي نيل تينغار ماجيمتا. قدمت أوراق اعتمادها لرئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كيتا كسفيرة فوق العادة ومطلق الصلاحية لتشاد لدى جمهورية مالي الشقيقة. وتعتبر السفيرة الجديدة من المخضرمات في المجال الدبلوماسي، وتتمتع برتبة وزير مطلق الصلاحية، كما شغلت منصب المستشار الأول والمستشار الاقتصادي لسفارة تشاد بالعاصمة الفرنسية باريس، كما شغلت عدة مرات مدير نائبة للأقسام بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي. وقبل أن تحط الرحالة بباماكو عاصمة مالي، كانت كالزيبي نيل تينغار ماجيمتا سفيرة جمهورية تشاد لدى جمهورية الكونغو برازيفيل، وهذه الخبرات ستسخرها من أجل تطوير العلاقات بين إنجمينا وباماكو. وفي هذا الصدد أكد الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا عن فرحته وتمنى للسفيرة النجاح في مهمتها الجديدة باعتبارها أول دبلوماسية كادية تمثل بلادها على الصعيد الدبلوماسي بباماكو، مشيدا في ذات الوقت بالتعاون الثنائي بين البلدين. وعقب خروجها من الحفل الرسمي لتقديم أوراق اعتمادها، قالت إنها ستعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير الجانب الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أنه يمكن لدولة المالي أن تعتمد على تشاد في كافة النواحي، وأن تشاد قدمت دعمها لهذا البلد لمكافحة الإرهاب الموجود في شمال مالي. ونشير إلى أن تعيين رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو للسفيرة الجديدة بدولة مالي سعادة كالزيبي نيل تينغار ماجيمتا يندرج في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين من أجل مستقبل أفضل بين الشعبين الشقيقين. نظمت أمس السفارة الكاميرونية لدى البلاد احتفالا كبيرا بمناسبة دخول العام الميلادي الجديد 2020، حيث قدم أعضاء السفارة والجالية الكاميرونية التهاني للسفير. المناسبة شهدت حضور بعض المسؤولين الإداريين والعسكريين. محمد أسلك غلام. بالنشيد الوطني الكاميروني استهل الحفل السنوي لتقديم التهاني والتبريكات للسفير الكاميروني بالبلاد بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2020، حيث احتضنت ساحة السفارة الكاميرونية هذه المناسبة التي دعبت على تنظيمها منذ سنوات بحضور عدد كبير من أبناء الجالية الكاميرونية المقيمين بالعاصمة إنجمينا، إلى جانب المسؤولين الإداريين والعسكريين بالسفارة. المستشار الأول بالسفارة الكاميرونية لدى البلاد عمار أنشاري باعتباره رئيسا للجنة المنظمة خلال مداخلته أشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه السفارة في تلبية احتياجات أبنائها المقيمين بالأراضي الوطنية، كما قدم أحر تهاني الجالية الكاميرونية إلى سعادة السفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية الكاميرون لدى البلاد. أما السفير الكاميروني سعادة ماهمان ثاني التانيمو خلال كلمته قال بأن العام 2019 شهد الكثير من التطورات والتغيرات، لا سيما في العلاقات الأخوية والدبلوماسية بين جمهورية تشاد والكاميرون، وكذا افتتاح مركز لاستخراج جوازات السفر للجالية الكاميرونية بمقر السفارة بالعاصمة إنجمينا، كل ذلك بفضل التنسيق الكبير بين قادة البلدين، معددا أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام 2019 من قبل السلطات العليا بجمهورية الكاميرون. هذا وتوجت المناسبة بتقديم التهاني للسفير من قبل أبناء الجالية والمسؤولين العسكريين بالسفارة، إلى جانب ممثلي مختلف طبقات المجتمع الكاميروني المقيم بالأراضي الوطنية. رأس اليوم وزير ترقية الشباب والرياضة محمد نصر عبد الله مناسبة افتتاح أعمال منتدى إشراك الشباب في نسخته الثانية، وقد تم تنظيم المنتدى من قبل منظمة الشباب الدبلوماسيين. المناسبة شهدت حضور أمينة الدولة في الخارجية أشتى صالح تمان. عايش أحمد دكي.
دور الشباب ومساهمتهم في العملية التنموية وبناء السلام، التحديات والفرص، شعار وحد كيان الشباب الدبلوماسيين في منتدى إشراك الشباب عند نسخته الثانية، حيث توالت الفقرات بهذه المناسبة التي رحب فيها رئيس اللجنة المنظمة بالحضور، مشيدا بجهود كل من ساهم في إنجاح تنظيم المنتدى. ومن ثم تم تقديم عرض وثائقي تجسدت الإنجازات التي قامت بها المنظمة في 5 دول. ما هي المنظمة الشباب الدبلوماسي والدور الذي يقوم به على مستوى مشاركة الدول الأعضاء؟ أفصح عنه المدير الإقليمي للمنظمة أثناء مداخلته. منظمة الدبلوماسيين الشباب هي عبارة عن منظمة دولية مقرها في فرنسا. أنا عضو مؤسس لهذا المشروع ومشرف على مشاريعنا في أفريقيا، متواجدين في 65 دولة أو أكثر. لنا مجلة بالإنجليزية، طبعا هذه المجلة لها قراء في أكثر من 150 دولة في العالم. لذلك تدعو منظمة الدبلوماسيين الشباب إلى مشاركة فعالة مع الشباب، ونلتزم التزاما كاملا بتحقيق هذه الرؤية في دشاد والعالم بعجنه. وزير ترقية الشباب والرياضة محمد نصر عبد الله أشاد بمشاركة الشباب في إحلال ونشر السلام، وهذا ما تتطلع إليه السلطات العليا من أجل التصدي للعمليات الإرهابية سواء على المستوى المحلي والإقليمي، نظرا لأن الشباب يمثلون القوة الديناميكية لتطوير أي بلد من بلدان العالم. 3 جلسات مختلفة احتوتها فقرات منتدى الشباب الدبلوماسي لبعض المواضيع التي هي ذات صلة بالمنتدى، وهي الشباب والتغيير المناخي والدور الأساسي للمرأة في بناء السلام والتنمية المستدامة، وكذا دور الشباب في تعزيز الأمن والسلام. ترأس اليوم الوزير المندوب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى الجنرال محمد أبالي صلاح، ترأس مناسبة التسليم القيادة بين القائد العام للجيش الوطني السابق الجنرال طاهر إرداء طايرو والجديد الجنرال عبد بكر عبد الكريم داود. المناسبة جرت بحضور عدد كبير من الضباط والجنود، وكان ذلك بميدان الأمة الجديد. محمد عثمان بشير. للإشراف على تنصيب القائد العام الجديد للجيش التشادي، وصل الوزير المنتدب لدى الرئاسة المكلف بالدفاع الوطني والأمن والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق محمد أبالي صلاح إلى ميدان الأمة. لدى وصوله استقبل الوزير استقبالا عسكريا حافلا من قبل القائد العام السابق للجيش التشادي الفريق طاهر إرداء طايرو. لحظات من وصوله أشرف الوزير على مراسم تسليم وتسلم مهام القيادة بين القائد العام السابق للجيش التشادي والقائد الجديد الفريق بكر عبد الكريم داود. بعد مراسم التنصيب باشر القائد العام الجديد رسميا مهام قيادته بإعطاء أوامر عسكرية حسب ما تقتضيه الأعراف العسكرية. روفوشي أرم روبو. في خطابه بهذا الخصوص أثنى الوزير محمد أبالي صلاح على القائد العام السابق للجيش التشادي الفريق طاهر إرداء طايرو على ما قدمه من عمل وإنجازات على مستوى الجيش التشادي خلال 11 شهرا قضاها على رأس قيادة الجيش. وعدد الوزير خلال خطابه الأولويات التي تنتظر القائد العام الجديد للجيش التشادي الفريق بكر عبد الكريم داود. من بين هذه الأولويات يقول الوزير محاربة الإرهاب في الساحل وخاصة الجماعات الإرهابية التي تسمى ببوكو هرام. كما أكد الوزير بأنه ومن أولويات القائد الجديد بسط سلطة الدولة في كافة الأراضي الوطنية والتصدي لكافة أنواع الصراعات القبلية التي قد تحدث في أي مكان من داخل التراب الوطني وحماية الوطن والمواطنين. كما استمتع الحضور من العروض العسكرية كما عقد الوزير المندوب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى الجنرال محمد أبالي صلاح عقد لقاء جمع قادة الجيش، وذلك بهدف تقديم التوجيهات والإرشادات العسكرية. ياسر محمد أحمد. هذا اللقاء الذي أقده الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني الأمن والمحاربين القدامى وضحايا الحرب
الفريق أول محمد أبالي صلاح ضم الضباط التشاديين وجميع أطياف قيادات الأمن والدفاع بالدولة، وذلك بهدف تقديم توجيهات وإرشادات في العمل العسكري. القائد العام للقوات المسلحة التشادية السابق فريق أول تاير إردا تايرو في البدء قدم شكره للرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على الثقة التي أولاها إياه خلال تلك الفترة على رأس هذه القيادة، طالبا من الجميع العمل مع القائد الجديد للنهوض بأمن وسلامة المواطنين واستقرار المجتمع. من جانبه القائد العام للقوات المسلحة التشادية الجديد قال إن أمن وسلامة المواطنين والبلاد يحتاج منا العمل مع بعضنا، وناشد قادة الوحدات العسكرية أخذ الحيطة والحذر كما حثهم على القيام بعملهم بالشكل المطلوب. أنا بشكر رئيس الجمهورية سيد الانتاشيف سيبريم بالبرمان جابوني في مكان كبير مكان تقيل إن شاء الله نخر الصوت تعاوني، لكن سيجد أنا قاعد فوق هذا دور التعاون معهم عادي. الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني الأمن والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق أول محمد أبالي صلاح قال إن الإدارة هي استمرارية وهناك تحديات على المستوى الإقليمي والدولي، وأن تشاد دائما في المقدمة لمحاربة الإرهاب، مطالبا قادة الجيش مساعدة القائد العام الجديد للقوات المسلحة التشادية الفريق أول أباكر عبد الكريم داود لأنه ليس جديدا في الجيش لكنه جديد في هذا المنصب. وأكد أبالي صلاح بأن قواتنا عرفت في المحافل الدولية بمكافحتها للإرهاب وجلبها للأمن والاستقرار. عرضت ظهر اليوم الشرطة الوطنية للصحافة الوطنية مجموعة من اللصوص قاموا بسرقة أموال الخزينة التابعة لمقاطعة السنغا في الأيام الماضية بمدينة أدري، كان ذلك بمقر الإدارة العامة للشرطة الوطنية بحضور الوزير المندوب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني الجنرال محمد أبالي صلاح. محمد عثمان بشير. بعد عمل مستميت استمر فقط لأسبوع واحد تمكنت الشرطة الوطنية القبض على هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين تطاولت أيديهم على أموال الخزينة التابعة لمقاطعة أسونغا بولاية والداي وسرقوها بالكامل. هؤلاء الأفراد الثلاث وبعد أن سرقوا هذه الأموال هربوا بها إلى مدينة أنجمينا بطرق ملتوية، ونتيجة للعمل المتقن والتحري استطاعت الشرطة القبض على الأفراد الثلاثة الذين سرقوا أموال الخزينة التي تقدر بأكثر من 94 مليون فرنك سيفا بعد أن استخدموا جزءا من هذا المبلغ في شراء سيارة واحدة ودراجة نارية. بالله أنا 26 في الأدري أدينا سمينا ناس في مشو كسرو بانكا ترزور أنا أدري وشالو جروس وفي دا أن سيرفيس أنا سيكوريتي دا أنتنام أمر ووريتا كثر أسبوع ده هاللي شغل ده نازا يجيبه. واليوم جابانس كدينا أنا شيء الجاباني هندا أول شيء عشان نشكر الديريكسيون جنرال البوليس لهيدي مالسو هم قاعدين في الدلة، وشيء الثاني لشيء ده شيء ما هنا تشادية أن أول ما عندنا نظام ده يمشي كسر التريزور أنا حكومة ده شيء ده نوفو دونك عشان ده لازم البوليس والأمن يوصف كشيء ده أن ما نحلو في تشاد يبقى نار ميمشي لمس تريزور انا بيبلغ انا تشات وشي تاني الفضل ده لجستيس ان نحلو نازا في دينا لجستيس وانا انتان كي رسponsable انا سيكوريتي ندور لجستيس نوري حالي يتلزي تاكس انا الحكومة الدولة يبرمتر له ده عشان نازا يسمو هار. اذا ما مصير هؤلاء اللصوص الذين سرقوا المال الام حسب القانون؟ يجيب على هذا السؤال مدعي الجمهورية يوسف توم. هنا الرجال القاعدين دول ما شو في منطقة أدري في التريزور مشوا الكسر وشالوا لهم القروش، هسه جابوهم هنا قواتنا الشرطة ولا الأمن يعني نشكرهم وفي كلمتهم القدماء هسه مساكم لنا للمحكمة والمحكمة كمان القانون قاعد والقانون ده نجروا لهم بالظبط. في قضية أخرى تمكنت الشرطة الوطنية القبض على ثلاثة أفراد آخرين، اثنان من هؤلاء الثلاث نساء نشطوا في مجال بيع السكر بطريقة غير شرعية، باتوا يبيعون السكر المزور بعد إدخال مادة كيماوية يضعف كمية ووزن السكر، مما يضعف أيضا عدد الجوالات الممتلئة بالسكر من واحد إلى عدة جوالات، كما أن لهم مصنع خاص بإحدى حارات العاصمة مزود بكل المعدات اللازمة يستخدم لعدة أغراض كصناعة جوالات السكر وأنواع أخرى من البلاستيك الخاص بأنواع السكر الذي يباع محليا. دقينا هوش كامل كي يعني الناس دقلوا فوق يزين كلهم لبد مشان ما كانت دقلهم في
في شامبر الكتريسيتي كله بيورا جبادو بخدمه فوقا وبقلبه سكر بيسوي يعني شوال وايد بيسوي جاب شواويل كثير وأشياء ده إلا ناس أنا سكوك ده يمشوا يشوفوا يكشفوا ويشوفوا لنا شيء ده بيصير أمراض ولا ما بيأسس أمراض لتشاهدين هم إنهم بروديو كل أصل لقينا ساشد ولا لا بوات كأنا 5 كيلو 5 كيلو ده بجاي من عند بقلبه فوقا فيلان شيء ده أكون بيصير أمراض للناس واكي داك دا نجرو لهم شان دا بكلام نصر بقولوا على فالسيفيكاسيون هنا الأليما وده قانون هنانا جاي عاكبة. هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الإنجازات الخاصة بالشرطة الوطنية من أجل حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وفي سياق منفصل أسدل الستار مساء اليوم على أعمال الملتقى 18 للشبكة الدولية ميجا تشات، حيث ترأس الحفل الختامي وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور أودنغار دافيد بحضور السفير الفرنسي لدى البلاد خليل حسن صالح. بعد مداولات دامت 72 ساعة توصل المشاركون في الملتقى 18 للشبكة الدولية للبحوث ميجا تشات إلى مناقشة قضايا بحيرة تشات والسعي لحمايتها من الانحسار، إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالتغيرات المناخية وعدم الأمن وتغيير النظام الانتاجي وكيفية الحفاظ على موروثات الشعوب التي تعيش على حوض بحيرة تشات، وما هي الاستراتيجيات المهمة لتطوير المنطقة منها وسائل النقل والمواصلات لتسهيل التجارة والاستثمار والتشجيع عليهما وحشد الموارد اللازمة من أجل حماية البحيرة، حسب ما أورده المشاركون في توصياتهم والقرارات التي خرج بها الملتقى. السفير الفرنسي لدى البلاد سعادة بيرتران كوشري هيئ التضامن الذي يعيشه أعضاء الشبكة الدولية للبحوث ميجا تشات مشيدا بعمل المشاركين في الملتقى 18 للشبكة. أما وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور دافيد أودنغار قال إن القرارات التي توصل إليها المشاركون تدل على القيمة العلمية العالية التي يتمتع بها أعضاء الشبكة، وأن ما خرجوا به سيجد رعاية خاصة من السلطات العليا بالبلاد، واصفا بأن المناقشات قد وضعت النقاط على الحروف فيما يتعلق بإنقاذ بحيرة تشات. إن التحديات التي تشكلها التغيرات المناخية لحوض بحيرة تشات ليست مشكلة تهدد البلاد فقط، وإنما تعتبر معضلة إقليمية يجب تضافر الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لها وإنقاذ حوض بحيرة تشات من الانحسار. اختتمت مساء أمس فعاليات الورشة التي نظم المعهد العالي لأعداد المعلمين بأنجمينا حول إشكالية التدريبات العلمية وبحوث التخرج. بالمناسبة رأس المفتش العام لوزارة التعليم العالي يحيى إبراهيم جباي محمد حسن آدم. خلال 3 أيام من مداولات أعمال الورشة التي نظمها المعهد العالي لأعداد المعلمين بأنجمينا حول إشكالية التدريبات العملية وبحوث التخرج والتي جمعت الأساتذة والباحثين في التعليم العالي إلى جانب خبراء تربويين، سمحت للمشاركين اكتساب خبرات ومعارف جديدة في مجال الإشراف والتوجيه، كما انبثقت أعمال الورشة توصية بضرورة تكثيف الدورات التدريبية والورش للمعهد العالي لإعداد المعلمين بأنجمينا اعتماد النقاط التي خرجت من الورشة حتى يتسنى لنا تحسين بروتوكول التربية العملية وأبحاث التخرج، التطبيق التدريجي لنقاط المدرجة في بروتوكول التربية العملية وكتابة بحوث التخرج، إجراء ورشات أخرى لتفكير في تحسين شروط التعلم والإشراف في المعاهد المعلمين بجد. من جهته المدير العام للمعهد العالي لأعداد المعلمين بأنجمينا الدكتور محمد علي مصطفى قال إن مخرجات وتوصيات هذه الورشة تمهد الطريق لوضع خارطة طريق جديدة للمضي قدما وإعداد أجيال وائية من الأساتذة والمدرسين لنهضة المدرسة التشادية. المفتش العام بوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار يحيى إبراهيم جباي الذي مثل
الوزير في المناسبة الختامية لأعمال هذه الورشة أكد الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المقدمة ورفعها إلى الجهات المعنية لمراعاة ذلك، كما أضاف بأن تنظيم مثل هذه الورش تساعد كثيرا في تطبيق سياسة الحكومة في مجال ترقية وتعزيز النظام التعليمي لا سيما قطاع التعليم العالي وفق رؤية وتطلعات اللجنة الإفريقية والملاجاشي للتعليم العالي الكاميسا وتجمع المؤسسات التعليمية الأولية لعلوم التربية بمنطقة هود بحيرة تشاد. شهد اليوم المدير العام لوزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية الدكتور عبد الرحمن محمد عبد العزيز ممثلا للوزير ترأس أو شهد انطلاقة أعمال الورشة المتعلقة بتجارة محصول السمسم في تشاد. هذه المناسبة جرت بدار المرأة التشادية. محمد هارون حسين وقراءة عباس بكر مصطفى. نظمت وزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية بالتعاون مع الصندوق الدولي لتنمية الزراعة ورشة وطنية متعلقة بتجارة السمسم وتحويله لأنه يساهم في دعم الاقتصاد التشادي، وقد شارك في الورشة خبراء ومختصون في هذا القطاع وشركاء التنمية والفاعلون الاقتصاديون والمنتجون الزراعيون، لأن هذا المحصول يأتي في المرتبة الثالثة بعد القطن والفول بالنسبة للدخل في تشاد، وله عائدات بالنسبة للمنتجين، ويرفع من تحديات الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة، وأن الحكومة التشادية تولي اهتماما خاصا لهذا القطاع الحيوي، والدليل على ذلك لأن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في خطاباته دائما يناشد المواطنين بالتوجه نحو الأرض بصفته المزارع الأول. في خطابه لافتتاح هذه الورشة الوطنية لتجارة السمسم في تشاد، المدير العام لوزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية أكد في كلمته دور الحكومة التشادية الرامية إلى تحسين هذا القطاع الحيوي لا سيما زراعة السمسم في تشاد، لأنه عنصر هام بالنسبة للاقتصاد الوطني. والجدير بالذكر أن الورشة الوطنية تستمر عمرها لمدة يومين، يناقش فيها المشاركون مواضيع عدة ويخرجون بنتائج وخلاصة تساعد في تنمية الزراعة في البلاد. نظمت أمس المدرسة الوطنية للإدارة مؤتمرا نقاشيا حول معرفة دور الآلية الإفريقية للتقييم من قبل الوزراء، وقد أحيا المؤتمر المسؤول المحوري للآلية خيار عمر ضيف الله. المناسبة جرت بالصالة الكبرى بالمدرسة الوطنية للإدارة. محمد صالح الحسين. المدرسة الوطنية للإدارة بالتعاون مع الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء نظمت مؤتمر نقاش حول دور الآلية في تنظيم ومعرفة الحكم الرشيد بين الدول الإفريقية، وذلك لتوجيه طلاب الدفعة 18 للمدرسة الوطنية للإدارة بهدف معرفة كيفية تسيير الإدارة الرشيدة. وبهذه المناسبة المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة سنوسي حسن عبد الله حث الطلاب على تدوين المعلومات التي تقدم لهم من قبل ممثلي الآلية الإفريقية بالبلاد للاستفادة منها في مجال العمل الإداري. وخلال المؤتمر عرض كل من رئيس اللجنة الوطنية للآلية الإفريقية بانانيه نيكي والأمين التنفيذي للأمانة العامة الوطنية بالآلية الإفريقية سانجما دنيا حيث عرضا دور الآلية الإفريقية في تقييم الدول الأعضاء، وذلك عبر التقارير التي يقدمها نظراء الآلية في مختلف الدول الإفريقية. وعقب ذلك أوضح المسؤول المحوري للآلية الإفريقية بتشاد خيار عمر ضيف الله عن أهمية هذا اللقاء. نحن مستعدين في أي وقت، الطلبة في المعاهد أو في الجامعات، نحن مستعدين نمشي عليهم عشان نفهمهم مبادئ من الآلية دي شنو. الآلية هي منظمة إفريقية مربوطة في الوحدة الإفريقية، وهسه الرئيس الحالي عن المنظمة رئيسنا فخامة الرئيس إدريس ديبي، فواجب نفهم الطلبة الشباب المستقبل عشان من هسه يفهموا القضية والمشاكل شنو الحصة قاعدين نعالجها وقد نعالجها وفي المستقبل نعالجها. ونذكر بأن الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء تم تأسيسها في عام 2003
وانضمت إليها تشاد في العام 2013. كما نظمت المدرسة الوطنية للقضاء مؤتمرا نقاشيا حول هيمنة العادات والتقاليد على القرارات القضائية في تشاد. المناسبة جرت بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية. ياسر محمد أحمد. هيمنة العادات والتقاليد على القرارات القضائية في تشاد هو عنوان المؤتمر النقاشي الذي أحياه كل من الأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية للإدارة بيانا يويانا والمدير العام للمعهد العالي لإعداد المعلمين بأبشة دكتور محمد صالح يعقوب، حيث أشار بيانا يويانا إلى أن هناك إشكالية في القانون المدني الذي ينظم العمل القضائي في تشاد، وأن قانون عام 1958 ما زال يعمل به حتى الآن ولا يأخذ بعين الاعتبار العادات والتقاليد التشادية. أما المحاضر الثاني دكتور محمد صالح يعقوب قال إن اتفاقية رؤساء القبائل لا تخدم مصلحة الجميع، لأن بعضهم لا يعرف كيف يدير عمله بهذه الاتفاقية التي بدأ العمل بها منذ عام 1986، كما أنها لا تتطابق مع مجتمع اليوم، فعلى سبيل الحوادث هناك بعض القبائل ترفض الاتفاقية فتلجأ إلى الدفع أو القضاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلادنا الحبيبة لديها العديد من اللوائح القانونية وأن تطبيقها يتطلب إرادة حقيقية من الجهات القضائية بالبلاد. وقد تداخل الحضور بأسئلة واستفسارات جلها تمحور حول إدماج العمل القضائي مع العادات والتقاليد، ورد عليها المحاضران مؤكدين أن هذا يحتاج إلى تضافر الجهود بين أطياف المجتمع بما في ذلك الجهات المعنية. أطلق ليلة البارحة عمدة بلدية مدينة إنجمينة صالح عبد العزيز دمان حملة نظافة الشوارع الرئيسة بالعاصمة إنجمينة في الفترة المسائية، وذلك ابتداء من الساعة 6 مساء وحتى 12 ليلا. بحر الدين عبد الشافي. بدأت رسميا حملة النظافة التي نظمتها بلدية مدينة إنجمينة لتنظيف شوارع العاصمة، حيث شارك في الحملة عمال البلدية بمختلف قطاعاتها في هذا البرنامج الوطني لنقل الأوساخ والأتربة المتراكمة في أوساط الشوارع، انطلاقا من السوق المركزي مرورا بشارع ديغول حتى المدخل الرئيسي لسوق الغلة. ولأهمية حملة النظافة وتنظيف الشوارع الرئيسية داخل العاصمة، فقد أوضح عمدة بلدية إنجمينة عن الهدف من هذا البرنامج. المرور بالنهار شيء صعب، وقلنا شن شيء رمز كده لنعمله بالليل عشان نشوفه تجربة بالليل، هل ينجح ولا ما بنجح. ولكن أنا في هسه أنا شايف البلدان الأخرى النظافة تكون إلا بالليل، ولا بالليل ولا بالصبو الناس بسد الطرق، وشأني كل تجربة نشوفوها نجربوها وإن شاء الله تنجح. وفي سياق متصل تفقد العمدة أعمدة إنارة المدينة في وسط الشوارع الرئيسية وقام ببعض الإصلاحات الضوئية، وطالب العمدة سكان العاصمة مساعدة البلدية في تحسين الخدمات الاجتماعية. نعمل ندى من اليوم، نعمل ندى ما إلا القلب الكبير بس، الفونداسيون القلب الكبير بس يجي يساعد، خلي كل ما مواطن عنده إمكانيات يقدر يساعد البلدية خليه يساعدها، كل ما منظمة قاعدة في العاصمة هنا خليه يساعد البلدية. تجدر الإشارة إلى أن الحملة الوطنية التي أطلقها عمدة بلدية إنجمينة تستمر شهرا كاملا لتنظيف الشوارع وتصليح مصابيح الإضاءة في المحطات الرئيسية لجعل العاصمة خالية من الأوساخ. رأست اليوم مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة العامة عمل الورشة حول نشر الخطط والاستراتيجيات الوقائية للحد من الحمل المبكر في وسط الفتيات. تقرير حواء عبد العزيز جابر وقراءة عز الدين الأمين. تعمل وزارة الصحة العامة وشركاء البلاد في مجال الصحة على وضع خطط واستراتيجيات للعمل على إثرها لتجنيب المواطنين مخاطر الأمراض والعادات الضارة، فضلا عن حملات التوعية المكثفة. ومن هذا الدأب انطلقت أعمال الورشة الخاصة بنشر الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتنمية وصحة الشباب المراهقين في الفترة ما بين 2020 و2024. وكانت هذه الخطة قد بدأ العمل فيها خلال الأعوام السابقة في مدينتي بنجور وسار، وحققت نجاحا كبيرا بترسيخها مخاطر الحمل المبكر لدى المراهقات وكيفية الوقاية منه، ما دفع ذلك النجاح إلى تكرار ذات الخطة في مدينة إنجمينة. مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة العامة لدى إطلاقها الخطة أكدت أن وزارة الصحة تركز على مسألة التصدي لمخاطر الحمل المبكر لدى المراهقات، إذ تعقبه تبعات كثيرة تضر بالصحة، وتلك هي مساعي السلطات العليا بقيادة رئيس الجمهورية وتعليماته حيال الموضوع.
وكانت الدولة قد سنت قوانين تجرم عادات ضارة كثيرة بما فيها الحمل المبكر دون سن البلوغ سعيا إلى الحد من تصاعد الموضوع. بهدف مناقشة الأوضاع الصحية والاجتماعية بولاية كانم، فقد التقى حاكم الولاية حسن تراب بمسؤولي اللجنة الاجتماعية المحلية، وذلك بهدف مناقشة وتقييم عمل اللجنة خلال العام المنصرم. محمد موسى ملاي. ترأس والي ولاية كانم السيد حسن تراب بمكتبه اجتماعا مع أعضاء اللجنة الاجتماعية المحلية بالمنطقة، والهدف من هذا الاجتماع معرفة القضايا والأمور المتعلقة بهذه اللجنة بالإضافة إلى الأعمال والنشاطات التي تقوم بها اللجنة طوال فترة السنة الماضية. وجمع هذا الاجتماع كل المناديب بولاية كانم من أجل تبادل الأفكار والآراء حول التنمية والتعاون المختلفة فيما بينهم لتسهيل العمل على وجه المطلوب، بالإضافة إلى بعض المسؤولين للمنظمات لإطال مزيد من الخبرات وكذا التعاون في مجال التنمية والتخطيط المحلي. وفي عام 2020 بدأت هذه اللجنة أعمالها رسميا تسير على نهج المطلوب وتضم كوادر المنطقة المتخصصين في هذا المجال. كما شجع والي ولاية كانم السيد حسن تراب هذه اللجنة باعتبارها تلعب دورا هاما في مجال التنمية الاجتماعية ومكافحة الأمراض والأوبئة وتطوير الأمن الغذائي. كما طلب الوالي من الأعضاء والمنظمات المحلية الأخرى لإيجاد حلول مناسبة لمشاكل سوء التغذية والأمن الغذائي في الإقليم. أطلق اليوم الأمين العام لولاية البطحاء الحملة المحلية لاستئصال شلل الأطفال، وقد شهدت المناسبة حضور مسؤولي المنظمات الإنسانية العاملة بالولاية بجانب ممثل منظمة الصحة العالمية. محمد طاهر جبرين الحر. على الرغم من التقدم المحرز في الحد من انتشار فيروس شلل الأطفال، فإن السلطات العليا في البلاد توصي دائما بزيادة اليقظة، وبالتالي جاءت هذه الجولة الجديدة من التطعيم ضد هذا المرض. هناك ما يبرر اختيار منطقة أليفة في كانطون مدغو من قبل السلطات الصحية في البطحة لإطلاق هذه الحملة. فوفقا لممثل المندوب الصحي بالبطحة دكتور جيم تويدي، المبرر هو ضعف مؤشرات برنامج التطعيم الموسع في هذه المنطقة. إنه أمر مؤسف وفقا لجميع المتحدثين، حيث قام كل من رئيس كانتوه مدغو شقيفة محمد موسى ورئيس مركز إداري آتيري في علي أمين إبراهيم وكبير أطباء منطقة أليفة الدكتور زكريا بركة بالتناوب على الدعوة إلى حشد كبير من أولياء أمور الأطفال حتى يتم الوصول إلى الأعداد الحقيقية من الأطفال المستهدفين في البطحة في هذه الحملة. دعوة أعاد تكرارها ممثل الحاكم في هذه المناسبة الأمين العام لولاية البطحة صالح قار تجاني. وللتذكير، فإن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال هذه مدعومة من قبل شركاء البلاد في العاملين في البطحة، وبالتحديد اليونيسف منظمة الصحة العالمية وبياديس. في الآونة الأخيرة ظهرت ظاهرة في بعض المستشفيات العامة والخاصة، حيث نجد هناك تجمعات للزوار بصورة كبيرة أثناء فترة زيارة المرضى وهم بعيدين كل البعد عن المريض. وحول هذه الظاهرة فقد عدت الزميل عائشة أحمد دقي الورقة التالية. المسايرة والمجاملة في بعض الأحيان قد لا يحمد أقبعها دون وضع الاعتبار لأبسط الأمور والتصرفات التي قد تكون سببا في تهييج بعض الأمراض الوبائية نتيجة التعرض الغير مباشر لها. عادة جديدة بدأ يسلكها بعض المواطنين في المستشفيات العامة باسم المساندة والأخوة، إذ نرى أثناء فترة الزيارات التي خصصتها إدارة المستشفيات للأهالي بزيارة مرضاهم هناك تكتلات لأناس يتبادلون أطراف الحديث ويتناولون المرطبات ويتوددون في مواضيع لا علاقة لها بالمرضى الذين هم طرحاء على الأسرة، بحيث أن الواقع والحقيقة المريرة تعكس خلاف ذلك. مستشفى ما بكان حنا ونسى، المستشفى ما بكان حنا تقود تفرش بروش كبار وتقود تأكل وتشرب. الأمراض كثير، ما بس السل ولا أشبه ذلك، الأمراض دي للعادي في إلن السل كما لقي يأكله ربما بالغلط إبرة تقع في الأرض وإنت جيت سليم
ربما إبرة ديات أنك والإبرة دي تعرف فوق ياتو سوء فوق شنو عشان ده لنحن نفسنا ده عندكم وقت خاص من الساعة 5:30 صباحا لحد الساعة 7 ده ساعة ونص ساعة ولا لا لازم النادم يقدر يجي يزور تم ساعة خلاص يمرق. التكاتف بما ينفع المريض ويقدم له يد العون للمصابرة على المرض وما حل به من أذى يكون بالدعم الحقيقي وليس من أجل أن يرى الناس ما تقوم به بعض الأسر للتباهي. ندى خاص لكل المواطنين خليه يحترموا النظام عن المستشفى ده قبل كل شيء. ليشنو أحلم المرضانين داخل يحترموا النظام عن المستشفى لصحتهم يحترموا نظام هذا المستشفى عشان يسمع للفنين مثلا الأطباء ولا ممرضين عشان يقدر يسمع لهم يخدموا. انت شفتوا بيامكم في لب السارة الأطباء قاعدين بيني بخدموا بيني الزوار جو قاعدين طيب يشوفوا ياتوا ولا يخلوا ياتوا ربما انتوا قاعدين فوانسة ده بهجي ربما الفني ده الممرض ولا الطبيب ده يسيء غلط الغلط شنو؟ الإبرة يقدر يصبها هنا الألم يصب في لب الألم ده يقدر يمشي أنا فوق المرضى. نستخلص من هذا وذاك كله في مسك الختام أن علينا معرفة ما يلزم القيام به لتجنب بعض المخاطر التي قد تلحق ببعض أفراد الأسرة نتيجة التعرض والجلوس في الطرقات العامة وأمام المراكز الصحية المختلفة ومؤازرة المرضى بالصورة الحقيقية كما يجب أن يكون. قدم اليوم تجمع انتر ارت جائزة الاستحقاق والتميز لوزيرة التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية مادلين ألينجي وذلك تقديرا لجهودها المتواصلة في سبيل تطوير الثقافة في تشاد. المناسبة جرت بمباني الوزارة بحضور عدد كبير من عمالها. ادم حسن المكر. عرفانا بالجهود التي تقوم بها وزيرة التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية مادلين ألينجي في ترقية الثقافة، تجمع تشاد أنتر أرت كرم الوزيرة بتقديمه جائزة استحقاق وتميز لشخصها وذلك تتويجا لنجاحها في تنظيم المحافل الثقافية وخاصة الصالون الدولي للحرف اليدوية الذي نظم في أكتوبر من العام المنصرم وكذا احترام قطاعها لتطبيق توجهات الحكومة برعاية مقاولة الشباب، وهذا وفق ما أدلى به منسق تجمع تشاد أنتر أرت. Annonce Madame la ministre, Madame Alingué, la plateforme Tchad Inter Art bénéficie de soutien hana ou accompagnement technique. Donc, Fidèle Khalana, Kalamda, Jina, Gulna Khalini Shudua, on a pris ou l'a encouragé. اسم الوزيرة المدير العام لوزارة التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية أعرب عن جزيل شكره بمناسبة هذا التكريم. الهدايا اليوم جابوها هنا ده لنا أنينا يعني ما نقول بس تشجينا لكن يعني شرف لنا أنينا كله نقول فكر عدل وأنينا فرحانين وكل ما قام نقف ورام نساندهم عشان لنا جاء آخر. تجمع تشاد أنتر أرت منصة تعمل من خلالها عدد من الجمعيات الشبابية لترقية الثقافة والحرف اليدوية على المستوى الوطني. نظم يوم أمس المعهد الفرنسي في تشاد بالتعاون مع دار التراث الثقافي ليلة علمية للتباحث حول مختلف المواضيع المتعلقة بالتغيرات المناخية، كان ذلك بحضور عدد كبير من طلاب المؤسسات التعليمية. أدم حسن المكاوي للمرة الثانية. ليلة الأفكار البادرة الفرنسية التي تنظم في 30 من يناير لكل عام بمختلف دول العالم بغية التباحث والتشاور حول المخاطر البيئية والإنسانية وطرق مواجهتها، تحل في دورتها الخامسة على مستوى العالم لتكون أول ليلة للأفكار هنا في العاصمة أنجمنا. التغير المناخي، التأثيرات والحلول، عنوان يجسد واقع منطقة الساحل، هذا ما اجتباه المنظمون ليكون حديثا للنقاش والحوار بين مختلف طلاب المؤسسات التعليمية. كما أكد مسؤول اللجنة المنظمة أن اختيارهم للطلاب لم يكن محض صدفة وإنما لأنهم مستقبل اليوم والغد. بعدها أخذ الطلاب ناصية الحديث ليؤولوا ويفسروا التغيير المناخي وأسبابه المتعددة التي تؤثر على الحياة البشرية طارحين طرقا للحلول
التي هي سبيل للحفاظ على الحياة، وتداخل بعض الطلاب بأسئلة واستفسارات متعددة تمحورت في صميم الموضوع. دينيا، أقامت خلوة الشيخ الجوني جبرين بركة احتفالا بمناسبة تخريج كوكب من حافظة كتاب الله والبالغ عدده من 73 حافظا للقرآن الكريم، من ضمنهم 10 حافظا تحصلوا على درجة جوني. المناسبة ترأس رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد خاطر عيسى، وقد جرت بمقر الخلوة بحيد جالدنجيسو. عبد الله أهرب. بعد الصبر والمثابرة في سبيل حفظ القرآن الكريم، أقامت خلوة القراء الجوني جبريل بركة لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه حفلا بمناسبة تقريج الدفعة الثانية لحفظة كتاب الله العزيز البالغ عددهم 73 حافظا، من بينهم 10 تمت ترقيتهم إلى درجة جوني. المناسبة المباركة استحلت بعاية من ذكر الله الحكيم، من ثم الكلمة الترحيبية قدمها الجوني إسماعيل موسى الذي رحب الحضور، مذكرا الجميع بالدور الذي قامت به الخلوة في سبيل قدمة القرآن الكريم منذ تعسيسها عام 1992. كما استمع الحضور إلى قراءات نموذجية من حفظة كتاب الله الذين تحصلوا إلى رفع درجة جوني. وإن أدري أقريب بعيد ما توعدون. أما فضيل الشيخ القراء بتشاد الجوني ميكائيل حسن الذي وصف أبرز كرامات الشيوخ التشاديين الذين لهم بصمات واضحة في تعليم أبناء المسلمين حفظ القرآن الكريم، فيما أكد مدير خلوة شيخ القراء الجوني جبرائيل بركة حرص الخلوة على تعليم أبناء المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا التوفيق، ونحن أيها الإخوة الأفاضل على هذا المنهج سائرون. كلمة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والتي ألقاها فضيلة الشيخ الجوني جدة محمد، معتبرا تخريج هذه الكوكبة ثمرة من ثمار الشيخ الجوني جبريل بركة رحمه الله. إلى هؤلاء الذين يتوجون بمرتبة أو درجة الجوني، وما أدراكم ما الجوني؟ أهل تشاد، ما من مجمع إلا وتجد فيه جوني، والحمد لله. هذا وقدم شهادات تقديرية للعشرة الذين تم ترقيتهم إلى درجة جوني. رياضيا، رأست اليوم المديرة العامة لرياضة المستوى العالي السيل ميماجي سولانش أعمال الانطلاق الرسمية للأنشطة الفيدرالية لرياضة رفع الأثقال. المناسبة جرت بإستاد باري كونغو بالدائرة السادسة. عباس بكر مصطفى. الفيدرالية التشادية للرياضة العضلية تطلق أنشطاتها، حيث تدريب اللاعبين بملعب باري كونغو بالدائرة السادسة، وتأتي انطلاقة هذا النشاط للياقة البدنية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى البلاد. وقد تطور هذه الرياضة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ونود أن نخبركم أن هذه الصالة الرياضية هي الأولى على مستوى البلد، ويوجد فيه جميع المعدات الرياضية الأساسية لتمارين اللياقة البدنية. المديرة العامة لرياضة المستوى العالي أسيل ميماجي سولانش، ممثلة لوزير ترقية الشباب الرياضة والعمل، أشارت إلى الدور الفعال لهذه الرياضة على مستوى العالم، وناشدت مسؤولي الفيدرالية على القيام بحملات توعوية مكثفة لاكتشاف شباب في ولايات البلاد لهذه الرياضة، مضيفة أن الوزارة تبذل ما بوسعها لضمان تسيير أمثل لأنشطة الفيدرالية. بعدها قام الحضور بتفقد صالة التدريبات لمعرفة الأجهزة المتاحة لأنشطة الفيدرالية التشادية للرياضة العضلية. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.